خش يا عزيزة وقفل الباب وراك. مساء الخير يا حبيبتي. اهلا مساء النور. قرب يا بنتي. بوسي ايدي ستك. لا لا معلش. طب يلا عزيزة خش خش على المطبخ هناك. ايه رايك في البنت؟ طيبة ومنكسرة ولا بتتميز؟ باين عليها. تعالى بقى موري لك البلكونة عملت لك فيها ايه. ايه رايك؟ دي ما بقتش برنة، دي بقت جنة. صحيح؟ يعني ذوقي عجبك؟ ايه اللي عجبني؟ ده جنة. ايه بس احنا في البلكونة بس شفنا دي بارات الادب لو شافونا. ايه هو ده؟ الحرية الشخصية للإنسان لازم تحترم. شرب بقى يا عبد العزيز. ولا شربت حاجه، دول يا دوب ست كاسات بس. هو انت لازم تشرب لغايه ما تبقى فاقد الاحساس؟ عبد العزيز انت لما بتشرب بتبقى شخصيه انا ما بحبهاش. لازم تعرفي ان الشرب ده مزاجي، وانا ما احبش حد يتدخل في مزاجي ابدا. كده؟ طيب مش هتشرب. انت هتعملي عليا مدرسه ولا ايه؟ لازم تعرفي ان انا اتجوزتك عشان عجبتيني مش عشان تبطلين الخمره. وانا كمان ما اقدرش اعيش مع واحد سكران على طول. اسمعي انت لازم تفهمي حدودك وتعرفي تكلميني ازاي. انا كده اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يتفرق. لا فوق يا استاذ، انا ليا شخصيه وعندي كرامه واحساس، واذا كنت فاكرني شخشيخه في ايدك تبقى غلطان في العنوان. نكديه. عايز انام. انا بحبك انت سكران. عايزك سريع. مش اقول لك عايزك. بتفكرني ايه؟ حيوانه ما عنديش احساس. انت مراتي ولازم تنفذي اللي اقول لك عليه. ايوه بس قبل ما اكون مراتك انا انسانه، ولازم تفهم انك بعد كده مش هتاخد مني حاجه الا وقت ما اكون انا عايزه. فاهم ولا لا؟ انت فاكره نفسك ايه؟ انت ولا حاجه. بتمد ايدك عليا؟ حقيقي سكري. أنا يتقال لي سكري. الله يحال. السكري ده بقى هو اللي لمك وعمل لك كيان وخلاكي بني آدمة. السكري ده سيد البيت. البيت اللي عمرك ما كنت تحلمي بيه. لازم تعرفي إن أنا هنا الآمر الناهي. أعمل اللي أنا عايزه في وقت ما أنا عاوزه. فاهمة؟